ورشة مختلفة تحتوي على أنشطة رياضية متعددة لإعادة تأهيل المصابين على مستوى الحبل الشوكي. إصابات تكون إما كلية أو جزئية، وأسباب الإصابة به عدة. عملت اكسيدون 2001 مارس 2001، تضربت على الفقرة الرابعة في العمود الفقري، كان شلل على مستوى اليدين والساقين، كنت ما نتحرك الجملة. كي نرقد لهنا في القصاب يعملوا لي زريقة هذه ترخف الميسك شوي باش نجم نمشي. بالحركات الرياضية ما شاء الله تقوي العضلات، تكبسك، تولي في موفمون، تولي أخف. ملي تولدت نمشي شوية، أما ما نجمش المهد في المجتمع، ما نجمش نحركها برشا. السلسول نتاع ظهري تعوج لي ولا في الشيرة اليمين من هنا، برشا 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 تعب، وهذه المرة الثانية معناها نرقد في سبيطار قصة. إن شاء الله المرة هذه المساج باش يبدلوه لي مش كيما عملتوه المرة الأولى. هذا وقد نظم معهد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بمنوبة يوما مفتوحا للمصابين على مستوى الحبل الشوكي، وتحديدا بقسم الطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي. أربع ورشات على التحسيس بالمشاكل خاصة الطبية، من ناحية مشاكل التبول، مشاكل التقرحات اللي تنجم تصير، اللي تنجم حتى تحط المريض في تهدد الحياة نتاعو، ونشوفوا مدى التعامل نتاع المريض. تشوفوا كيفاش الأنشطة هذوما ينجموا يعاونوه باش يكملوا له البروغرام دو ريدوكاسيون التأهيل الوظيفي نتاعو، وينجموا يعاونوه باش يزيد مع يتحسن كما اي انسان بالنسبه للرياضه. فما حاجات باهين بالنسبه للقلب والشرايين، بالنسبه للنفس، بالنسبه للعضلات بالطبيعه اللي ما تمسوش برشا بالامراض. الحالات اللي تشوفوا فيهم تاع البارابليجي معناتها الشلل النصفي، الكلهم جايين من لا بلوبار من لي زاكسيدون دو ترافاي، حوادث الشغل، دونك التأهيل نتاعهم عنده أهمية كبيرة. كما تشارك تونس لأول مرة في إحياء اليوم العالمي للمصابين بالنخاع الشوكي الموافق للخامس من شهر سبتمبر من كل سنة، والذي تحييه المنظمة العالمية للمصابين بالحبل الشوكي. النخاع الشوكي صحيح معناها محمي، بالعمود الفقري، ولكن الحوادث المرور وحوادث العنف بمختلف أشكالها والحوادث المنزلية وبعض الأمراض مثل هشاشة العظام ومثل السرطان عافانا وعافاكم الله، هذا الكل يؤدي إلى إصابات في النخاع الشوكي ينجر عليها في بعض الأحيان الشلل التام. معهد القصاب تعهد بالمصابين بالحبل الشوكي في انتظار أن تتم الإحاطة بهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية.